عقار أرض الجولف. 48 ساعة عدت على انهيار المبنى اللي شهد كواليس وتفاصيل كتير من لحظة سقوطه لغاية دلوقتي، مع استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض في العقار المنكوب. بدأت قصة عقار أرض الجولف من 52 سنة في سنة 1972، لما حصل أصحابه على تراخيص من محافظة القاهرة لبنى البيت اللي كان وقتها مكون من 4 أدوار، وبعد 6 سنين بس رجعوا عشان يطلعوا ترخيص للطابق الخامس، وبدأت رحلة العقار اللي بقى شاهد على تفاصيل كتير من أرض الجولف. البيت كان مأوى للعائلات الرفيعة زي ما وصفهم الجيران. على مدار السنين كان العقار فوق صيدلية وكوافير ومحل تالت، وكان سكانه من الأسر الراقية، وما يتسمعش فيه إلا أصوات الأطفال وهم بيلعبوا الصبح. بين أدواره كانت الذكريات من الطفولة لحد الشيخوخة، لحد ما دقت ساعات ظهر 3/2 سبتمبر ووقعت الكارثة، لما حصل صوت انهيار قوي في البيت والناس بقت تجري وافتكروا انه زلزال. بس قبل ما يوصلوا للرصيف في شارع محمد عبد الهادي اللي متفرع من شارع النزهة، كان البيت وقع فوق بعضه زي صفحات الكتاب. سقط عقار أرض الجولف في مدينة نصر في ثواني، والناس بدأت تصرخ وتدور حوالين العقار. اتجمعت أسر الحي الراقي حواليه، وبدأت المكالمات على غرف عمليات النجدة والحماية المدنية، وكل الناس بتصرخ الحقونا العمارة وقعت. عربيات الحماية المدنية والإسعاف جت من مدينة نصر ومصر الجديدة، وبعد 45 دقيقة من انهيار العقار كانت المنطقة مليانة عربيات من المحافظة والداخلية ووحدات الإسعاف، وبدأت الأوناش الضخمة في سحب 5 عربيات اتدمروا. نجحوا إنهم يطلعوا سيدة مصابة اسمها شيرين، عندها 58 سنة، ونقلوها بسرعة للمستشفى عشان يعالجوا حالتها. بعدها طلعوا شخصين تانيين في نفس الوقت. دفعت محافظة القاهرة بونش عملاق لربط الكاميرا الخرسانية اللي على سطح العقار عشان يرفعوها ويبدأوا يبحثوا تحت الأنقاض المتراكمة. لكن لما حاولوا تحريك الكاميرا الخرسانية الكبيرة، جزء من العقار اللي باقي بدأ يتحرك، فتوقفت الأعمال في الحال. وصل محافظ القاهرة ومدير الأمن ومن بعدهم وزيرة التنمية المحلية لمكان الحادث. المحافظة أصدرت معلومات أولية عن الحادث وكواليس المعاينة والفحص المبدئي، وقالت محافظة القاهرة إن البيت كان حاصل على ترخيص سنة 1972 لبناء 4 طوابق، ثم ترخيص تاني سنة 1978 لبناء الدور الخامس. والسبب المحتمل هو إن مالك الشقة في الطابق الأول كان بيقوم ببعض أعمال التشطيب والصيانة عشان يحولها لمركز طبي، وده اللي أدى لانهيار البيت في دقائق معدودة. الحصيلة الأولية كانت استخراج 3 مصابين والبحث مستمر عن 6 مفقودين تحت الأنقاض.